نشوف هنا المخالفه موجوده وتكنيك من هاني خيري وامتياز هاني في التعاون ما بين الحكم والحكم المساعد في الاخطاء القريبه اللي طبقا للقانون الحكم كان متميز فيها. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده نشوف، يمكن دي الحاله الوحيده كابتن يمكن انا رصدتها كابتن ايمن كابتن علاء اللي كان يجب فيها هنا احتساب مخالفه، لان اللي نجح في لعب الكره هنا هنشوف هنا كمل عليك. كان هنا مروان محسن نجح في لعب الكره وبالتالي كان في مخالفه من المدافع نادي الاتحاد، وبالتالي هنا كان يجب احتساب المخالفه، ولكن البنا هنا خلى اللعب يتواصل وخلى اللعبه تمشي تمام.